اني نوتش صانع لعبة ماينكرافت، ولازم بايدي هاي النوتش ابل او الجولدن ابل المطورة. وشوف وراي شنو عندي بالضبط، عندي نوتش ابل موجودة بالظهر مالتي. فأني الصراحة اليوم جدا حزين، بمن أني نوتش المفروض تكون عندي كرياتيف أو طور الطيران، وطور أنه أني أقدر أخذ أي شيء أريده وشكو أي شيء أحبه أقدر أخذه، ولكن مع الأسف أنه جالي هيروبراين وشال مني هاي الخاصية. أني بكل اختصار صرت هسه سيرفايفل، يعني أقدر أموت وأقدر أدمج. والله العظيم تعتبر هاي ورطة، بس الحسن حظي أنه أني جايب وياي كمية أسطورية مال بيدروك. والله العظيم ما دا اعرف شنو لازم نسوي حتى اني استرجع القدرات مالتي، واقدر استرجع الخاصيه مال الطيران مالتي والكرياتيفيتي مالتي. لان اني قبل شنو بامر واحد شنو اقدر اجيب لي مليار دايموند، مليار حبه ايميرالد، اي شيء اقدر عليه او اي شيء اني اريد اقدر اجيبه، لان اني نوتش صانع لعبه ماينكرافت. شوفوا حتى الجولدن ابل او النوتش ابل مالتي اول ما اكل شوف القلوب مالتي شلون يصير كلش هواي. طيب انا اصلا هسه بعدني جوعان، فخلي انطق لنا بعد وحده ثانيه. تمام، شوفوا عندي ايش قد من بلوكات بيدروك، شباب حرفين كميه جدا اسطوريه مال البلوكات مال البيدروك. فاني شنو قررت اسوي لي اليوم؟ قررت انه انا اسوي لي صندوق، حتى شنو اسوي لي صندوقين من صندوق واحد. حتى اشوف احنا شنو لازم نسوي شباب. دقيقه، عندنا هذا الصندوق، بالله راح اسوي لي تصميم كلش اسطوري حتى اشوف شنو احنا راح نسوي بالضبط. اوكي، او ماي جاد شباب، شوفوا التصميم اللي انا اسويه، اعتقد انتم عرفتوا شنو الشيء اللي انا راح اسويه شباب. اوكي او ماي جاد، والله تقريبا تشبه للمتاهه شويتين يا شباب. او ماي جاد، يعني متاهه تقدر تجي اسطوريه. اوكي، احنا هسه بدنا نسوي تصميم هذا الصندوق، وان شاء الله راح نسوي له هسه تصميم بالحقيقه شباب، حقيقي يعني. طيب اللي قل لي ليش راح تسوي لك هسه متاهه، وليش راح تبني لك متاهه، شنو الهدف مالتها؟ طبعا احنا عندنا قوانين، بين اني نوتش وهيرا براين عندنا قوانين، يعني شكو من احنا نلاقي بلوكت مال البيدراك مشموره باي مكان باي عالم، نقول انه هذا الشخص دا يغش، ونقول انه هذا العالم مخشوش وبيه غش وحراميه. فاني راح اسوي البيدروك حتى هيرا براين يجي لي. اوكي، فاحنا لازم نسوي له متاهه حتى شنو، حتى نقدر نبسط من خلاله هيرا براين شباب. فراح نسوي له فخ جدا جدا اسطوري، وراح نحبسه، او راح نحاول انه احنا نكظه ونحبسه. اوكي، فراح نسوي له فخ جدا جدا اسطوري. فيلا هسه خلينا نبتدي اول مره، ومسوي له بلوكتين من هنا وبلوكتين من هنا. تمام، عندنا هسه لحد هسه بلوكتين ببلوكتين، هسه راح نسوي له هيجي ونفتر يمنا يسرا يمنا يسرا. ولكن اول مره يا شباب لازم انه احنا نحدد ايش كم جد احنا راح نسوي له بلوكه. راح اسوي لي 12 بلوكه، احنا هسه عندنا بلوكه 2 3 4 5 6 7. اوكي، هنا لا كلش 7، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اوكي، يعني احنا هسه رحنا 1 2 3 4 5 6 6 من اليمين، 1 2 3 4 5 او دقيقة، 1 2 3 4 5 وهاي 6 من اليسار، حتى يصير كلش تمام. ومن هنا همس نفس الشيء، راح نمتد 13 بلوكة او اكثر. اوكي، راح نسوي له بلوكتين 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. او ماي جاد شباب، والله بعد يسوي له بعد 15 16 17 18 19. اوكي، سوينا 20 بلوك، اعتقد 20 بلوك كلش زين. اوكي، ف 20 من هنا 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، لازم ننتبه شباب انه احنا حتى ما نجيب العيد، لان حرفيا شباب شكو خطا راح نسويه، راح نتورط. اشوف انه انا اذا اكبر بعد شويتين المساحه مال المتاهه بيكون افضل شباب، فاعتقد هيك كلش كافيه. يعني لازم نكبرها، كل ما كبرها اكثر كل ما احسن. فكلش تمام شباب، لازم نوصلها لهيك، بس لازم انه احنا جدا جدا ننتبه لان شنو؟ لان اذا جبنا العيد او اذا خلينا بلوكه بالغلط بعد ما نقدر انه احنا نشيله، لان انا ما عندي الخاصيه مال الكرياتيفيتي. اوكي يا شباب، سو اخيرا فلشنا الارضيه، طبعا والله العظيم تعبتني كل الشوايه الارضيه، يلا قدرت افلشها يا شباب.
فحرفيا بقيت افلتها بايدي شباب، وحصلنا تقريبا اكثر من 3 ستاكات بلوكات ديرت، فوالله تعتبر كميه جدا جدا كبيره وجدا جدا عملاقه. اوكي طيب، بس لازم احنا نترسلنا كل الارضيه بما ان هي كانت كلها ديرت، احنا لازم ان احنا نترسل بلوكات مال بيدروك حتى يشتغل عندنا الفخ. طيب الفخ ان شاء الله راح يكون من هذا الاتجاه. اوكي راح نسوي الحفره ان شاء الله من هنا، حتى لازم نسوي الفخ لهذا الورع اللي اسمه هيروبراي، فهنا ان شاء الله راح نحبسه شباب. ليش ما يكون عندنا شو اسمه، ليش ما يكون عندنا هسه شفل او اي شيء؟ اي لازم نسوي شفل شباب، حرامات يعني ليش هيك يكون ما عندنا شفل، على الاقل حتى احنا نقدر نفلش لنا البلوكات بطريقه جدا جدا سريعه. اوكي افضل من قبل شباب، لا حرفيا افضل من قبل. اوكي فان شاء الله هاي الحفره شباب ان شاء الله اللي هي راح تكون الفخ المنو الهيرو براين. فخلاص شباب سوينا الحفره، هلا والله هلا والله، بس لازم نحطها بعد عميقه حتى ما يفلت. اي والله العظيم لازم بعد نكبرها اكثر هاي الحفره، كل ما تكون اكبر كل ما احسن شباب. اي هذا الشيء طبيعي، فخلاص هسه اعتقد كلش كافي هسه العمق مالتها هاي الحفره. وهنا ان شاء الله يا شباب هسه هذا كله راح نفلش لنا الديرت اللي موجوده بهذا المكان، وندرس مكانه شنو؟ ندرس مكانه البلوكات الغريبه العجيبه الاسطوريه البيدروك. فوالله العظيم جدا متحمس انا يا شباب، بنات حرفيا كلش كلش متحمس، ولكن لازم انه اني ما استعجل ولازم اعرف وين اخلي لي البلوكات. اوكي كلش تمام، هسه ما باقي شيء واحد، انه احنا لازم انه هذا كل البيدروك انه احنا او الارضيه لازم كلها ندرسها بيدروك، وما لازم نخلينا الديرت. ليش؟ لان اذا خلينا الديرت اكو احتماليه كلش هواي انه ناتش يقدر يفلت ويطلع ويكشفني، فلازم انه هذا كله يكون بيدروك، لان البيدروك يعني راح يطول كلش هواي يلا يقدر يكسر له البلوكه مال البيدروك. فوالله العظيم فشي كلش حلو يا شباب اللي انا اسويه هسه، حرفيا جدا جدا متحمس، لان انا هسه ما دا اعرف شلون النهايه راح يصير بهذا هيربراين. اذا انتم متحمسين شباب حتى نشوف ردة فعل هيروبراين ونشوف شنو راح يصير له، كتبوا لنا بالتعليقات. اوكي حرفيا بعدين راح يجي هيروبراين شباب، اصلا ما باقي شيء، اصلا هو بعد تقريبا 5 دقائق راح يجي هيروبراين، فانا حرفيا جدا جدا متحمس له، بس لازم نشوف لنا فد مكان هيك نبقى نراقبه شباب، فما دا اعرف هذا المكان شنو، بس يلا ماكو مشكله احنا هسه خلي نكمل انترسلنا هاي الارضيه بهاي الطريقه مال البيدروك الجميل. بس ولا عندنا كميه زينه مال البيدروك شباب، والله بعد عندنا كميه جدا جدا خرافيه. اوكي اوكي كلش حلو، هسه هذا كله ترسناه وخلصنا الارضيه كلها يا شباب وبنات. اوكي باقي البلوكه 2 3 4 5 6 7 8 هاي 9 وهاي 10 11 كلش كلش تمام. يلا هسه خلينا نبتدي بالمتاهه الليل ما نوصل لهذا المكان مال الحفره. اوكي طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب من الحلوين، راح نبتدي ونقول بسم الله ونبلش نبدي بالمتاهه مالتنا. اوكي يلا بدينا يا شباب، بلشنا 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 بالمتاهه. اوكي بس لازم انه احنا ما نجيب العيد شباب، لان اذا جبنا العيد حرفيا راح نتورط بعد ما نقدر انه احنا نعدل لنا البلوكات، بس بشرط واحد انه احنا لازم نتصل على هيرو براين، ولازم هو يجي يكتب يجي يسوي لنا فتشي حتى يخلينا انه احنا شو نسوي، حتى احنا يخلينا انه احنا ان شاء الله يا شباب شنو نقدر نفلش لنا البلوكات مال بيدروك. واو شوف المتاهه ما احلى صارت شباب، حرفيا جدا اسطوريه. اوكي اوكي لازم انه احنا نخلصها بهاي الطريقه. اوه لا 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 خلينا ديرت بالخلطه، فلازم كله يكون شباب شنو السالفه، ما اريد انا ديرت، اوه ماي جاد شباب شنو السالفه، اريد بيدروك ولا اريد ديرت، شنو السالفه يا ديرت يا شباب. اوكي فا اوكي اوكي اعتقد لازم انه احنا ننتبه. اوكي خلينا نفطر هسه يمنا، لان اعتقد شنو راح نجيب العيد. اوه ماي جاد شباب كانه احنا جبنا العيد، بس لا لا بعدنا بعدنا ما جبنا العيد، فلازم ننتبه كل شيء هواي يا شباب، لان شكو خطا راح نسويه راح تخرب عندنا المتاهه. اوكي اصلا اعتقد هسه وصلنا احنا للمكان اللي احنا نريده، او اللي هو المكان مال الحفره حتى نحبس من خلاله هيروبراين. اوكي بس خلي هذا كله نطوله هيك بهاي الطريقه. اها صارت الدنيا ليل شباب، والله تعتبر ورطه هاي. يلا ماكو مشكله عادي طبيعي، هسه خلي نكبر احنا شويتين، وتعرفين شنو خلي نروح ننام شباب، حتى اخاف يجينا هيروبراين بالليل ويكشف الخطه مالتنا، فاحنا خلي ننام ونفلش لنا هذا السرير مالتنا، ويلا خلي نكمل نشتغل على شنو؟ على المتاهه مالتنا الجميله الاسطوريه، وان شاء الله راح تضبط شباب، ان شاء الله راح تضبط، ان شاء الله احنا نقول يا الله، نقول يا رب تضبط. اوكي فخلاص راح نجي هيجي. اوكي لا تقولوا لي خلص البيدروك شباب، لا لا باقي عندنا كميه زينه مال البيدروك يا شباب، فان شاء الله راح يجي هنا هيروبراين لهذا المكان وما راح يعرف انه يطلع، ف راح نحاول انه احنا نحصره بهاي الطريقه. الله شباب
او ماي جاد حرفين، اذا نزل هنا بعد ما يقدر يصعد مره ثانيه. فدقيقه شباب، لازم انه احنا بعد نعدل له الفخ كلش هواي، فهذا لازم يجي هيجي حتى انه هو يوقع 100%، يعني ما يقدر انه يقدر يطلع. اوكي فخلاص لازم انه احنا نسوي له بهاي الطريقه ويسوي هيك اوكي ويطيح. اوكي لان انا عندي الشفقه هاي الاسطوريه فاني اقدر اصعد. ف او ماي جاد اعتقد هذا لازم نسد الشباب همينه. اي بالضبط لازم نسد حتى يسوي هيك ويطيح ونحبسه. فماكو مشكله شباب، اعتقد هسه خلصنا المتاهه مالتنا. وين يا المتاهه الجباره شباب، حرفيا المتاهه كلش كلش اسطوريه يا شباب، جدا اسطوريه وخرافيه، ما في احسن من عندها والله العظيم. فيا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، خلي نجرب المتاهه مالتنا الاسطوريه. والله اسطوريه شباب المتاهه. فاول ما يجي ربران يبقى يفطر، يروح يمنى يسرى، يجي من هنا يدخل يقول شنو موجود هنا، يعني يجي الفضول. اوكي كمل اللي قدام راح يلاقي المكان مسدود، يجي على اليمين يلاقي المكان مسدود، يكمل كل اللي قدام ويدخل على اليمين يلقى المكان مسدود، يجي يكمل قدام وبعدين يطيح. الله والله خطة شباب شريرة اسطورية خرافية كلش تمام. طيب هسه راح يشوفنا احنا في مكان هسه نختبئ بيه. اوكي فشنو رايكم بهذا المكان شباب؟ هسه خلينا ننتظر لين ما هير براي يجي. فخلي احنا هسه نطق لنا كفر او نسوي لك كفر بهذا المكان حتى شنو؟ حتى هير براي ما يكشفنا ما يكفطنا. اوكي فماكو مشكلة شباب، احنا هسه خلينا نقعد هنا ننتظر لين ما هير براي يجي. كلش كلش حلو. دقيقة شباب نسيت شغلة، انه احنا لازم ناخذ لنا الصناديق مالتنا شباب. هذا اللي كان الصناديق مالتنا لازم احنا ناخذهم حتى ما نبين له انه احنا من صدق يا شباب، لازم احنا ما نبين له انه احنا اهداء نسوي به المقلب. اوكي فما لازم نكتشف الخطه مالتنا. دقيقه خلينا نكتشف. اي ليش بدها تنكسر هذا الصندوق؟ والله العظيم غريبه، اول مره اشوف لي صندوق بريد ينكسر، واول مره اشوف لي بالحياه كرافتنج تيبل ما بدها تنكسر. تعالي يا كرافتنج تيبل. هسه كلش تمام كسرناها، ولازم شباب انه اني اشيل كل اغراضي واخليهم هنا بالصندوق اللي جوا. ليش؟ والله ما ادري ليش، بس يلا ماكو مشكله، راح خلينا كل الشغلات مالتنا اللي احنا نحتاج لها واللي ما نحتاج لها كلها بالصندوق، حتى هاي الخوذه مالتنا راح اخليها بالصندوق. اوكي حتى ما يكتشف لي. اوكي وهاي راح نجيبها هنا وننتظر لين ما يجي هير براي. والله العظيم يا شباب انا جدا جدا متحمس. اوكي ننتظر هير براي لين ما يجي. طبعا اني هير براي اليوم سمعت انه اكو واحد مسوي له متاهه مال بيدروك، يعني شلون يكون اكو واحد عنده متاهه مال بيدروك؟ او ماي جاد شوفوا الكتكوته اللي اني شايله بايدي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلي نشوف شنو سالفه هذا المتاهه مال بيدروك. راح نشوفه بعد 5 4 3 2 1. اوه ماي جاد شباب، اوكي خلينا نرجعنا هاي. اوه ماي جاد شباب شنو هاي؟ هاي شنو؟ ايش دا يصير هنا؟ اوه ماي جاد يا شباب اكو متاهه هنا شباب حرفيا. اوه ماي جاد اوه ماي جاد شباب، لازم نشوف شنو سالفه هاي المتاهه. شنو هذا الدير؟ شنو هذا الدير اللي موجود هنا؟ والله ما دا اعرف. اوكي ماكو مشكله، خلينا ندخل هاي المتاهه ونشوف شنو موجود داخلها شباب. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا ندخل يا شباب. فا اوكي عندنا هنا طريق جدا غريب، فخلينا ندخل هسه ويا بعض ونشوف شنو السالفه. اوكي نروح كله قدام او مكان مسدود شباب. اكو بعد هنا طريق من هذه الجهه، والله العظيم ما ادري اعرف. اوكي انا شكو، والله ما ادري شباب شنو السالفه ايش دا يصير. اوكي هنا كل شيء ماكو، بالله اشوف بهذا المكان شوف شنو موجود. لا لا يا ساتر طحنا، لا 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 شباب طحنا، لا لا مستحيل مستحيل. او ماي جاد يا شباب، منو هذا الشخص؟ منو تتوقعون هذا الشخص اللي مخلي لي هذا الفخ اللي هنا شباب؟ او ماي جاد يا شباب، حرفيا ما ادري اعرف منو هذا الشخص اللي هنا موقعني. انا طبعا شباب اقدر اطلع بكل سهوله انه اني شو اسمه اخلي لي هذا البلوكات وابني لي هذني البلوكات بهذا المكان واقدر اطلع بكل سهوله، بس لا راح ابقى هنا متعمد حتى اريد اعرف منو هذا الشخص اللي اجالي ويريد يكفطني ويريد يحبسني بهذا المتاهه مالته. فيلا ماكو مشكله شباب، بس خلينا ننتظر ونشوف منو هذا الشخص الغريب العجيب. اوكي كلش كلش حلو. هاي هاي منو؟ منو هنا اللي حبسني بهاي الحفره مال بيدروك؟ منو؟ او ماي جاد شباب كأننا احنا قفطنا لوت يا شباب، يلا خلينا نطلع يا شباب. والله العظيم انا جدا جدا متحمس. اوكي ماكو مشكله، هسه خلينا ناخذ لنا الاغراض مالتنا. هلا والله هلا والله يا شباب، حرفيا انه احنا قدرنا انه احنا نقفط هذا الورع الاسطوري الخرافي اللي ما في احسن من عنده. اوكي خلينا ناخذ من الشفقه مالتنا ونروح له يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نروح له. اوكي هلا والله مستاذ هير براين، هلا 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 بالعيال. تعال تعال شنو السالفه؟ هاي شنو انت؟ يعني بهاي البساطه انه انت
جيت لي وحبستني بهذا المكان، يعني حاسب بالك انه اني ما اقدر اطلع من هذا المكان. والله شوفني انت شلون راح تقدر تطلع، شوفني شوف شو راح اسوي لك انا. لا 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 شنو لا يعني شفت انه انا شنو سويت لك بالضبط، شفت شلون حبستك وحصرتك. والله العظيم انا هسه انت يا هير براي بعد ما تقدر تطلع من هذا المكان لو شي يصير. والله العظيم راح اطلع وراح اشوفك انه انا شنو راح اقدر اسوي لك يا ورع يا يا, يا يا خبيث يا ورع يا ورع يا ناتش يا صانع لعبه ماينكرافت. والله العظيم راح اشوفك، ليش حبستني هسه بهذا المكان اللي بيترك الظلمه؟ ها يا ناس كل شيء بدي اشوف، انا كل شيء بدي اشوف. قاعدين انا احسن لك. او ماي جاد شباب نشحت نشحت الخطه مالتنا نشحت. والله العظيم فتشي كلش كلش حلو شباب، بس انا خاف هذا يطلع. هو اصلا ما يقدر يطلع، يعني انا حبسته بس خلاص راح بعد اكمل حبسه بهاي الطريقه حتى بعد نضمن انه هو بعد ما يطلع نهائيا شباب من هذا المكان. شنو يطلع من هذا المكان يا شباب؟ اوكي اوكي هذا كله راح نلتزم بهاي الطريقه، حبسناه لان هو شال من عندي الخاصيه مال الكرياتيف. انا همينا صارت ما عندي الخاصيه مال الكرياتيف يا ورع، ما عندي صارت هسه شلون ورطه هاي؟ اي بعد احسن بعد احسن حتى ما تقدر تطلع من هذا المكان. او ماي جاد والله فتشي كلش حلو يا شباب. يلا ماكو مشكلة، أنا هسه شو راح أسوي؟ راح أروح الفندق، أو لا ما راح أروح الفندق، راح أروح لصديقي هذا اللي موجود هنا. أنا صديقي عندنا الطائرة هنا، صديقي أوج هلا والله. هلا هلا بالعيال، هلا بالعيال ناتش صار لعبة ماينكرافت، شلونك شلون الصحة؟ الله الحمد لله والشكر لك الحال. طبعا اليوم إنه أنا حبست لي صديقي هير براين. هاي شنو هاي؟ ليش أنت بتسوي لي هذا الشيء؟ ليش؟ ليش؟ والله العظيم هير براين شال من عندي الخاصيه مال الكرياتيف، يعني صرت ما اقدر احول الطور مال اللعبه. اي والله معك حق خالي ناتش، الله يعطيك العافيه لانك شلت من عنده الخاصيه. ما الله يعطيك العافيه لان انت حبسته. بس وين حبسته؟ وين؟ طبعا حبسته بهذه، ما ادري الصراحه اذا يبان هسه او لا. لا ما يبان، حبسته بمتاهه كلش كلش اسطوريه مال بيدروك. اي بس والله العظيم اكو احتماليه كلش هواي انه يقدر يغير الطور مال اللعبه ويقدر يطلع. شي يطلع ذاك؟ والله العظيم ما يطلع لو يجي منه. اي بعد احسن خلاص، يلا راح تقعد يمي اليوم لو شو السالفه. اي راح ابقى اقعد يمك وراح نبقى احكي انا وياك. اوكي يلا يلا مع السلامه. اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا بك. يعني شنو ذاك ناتش صانع لعبه ماينكرافت حاسباله انه اشي مره اسطوري؟ ما يعرف انه انا هير براين نفسه واقدر اسوي اي شيء بالحياه واقدر اسوي اي شيء بماينكرافت؟ ما يعرف هذا الشيء ان هذا ناتش. والله انه فد واحد غبي، يعني ما يعرف انه انا بطريقه بسيطه انه انا قدرت اجيب لي هاي الترشايه. ما بيعرف انه اكو بطريقه كلش بسيطه انه انا اقدر اسوي لي جيم مود كرياتيف. ما يدري انه انا اقدر اكسر لي اي بلوكه بيدروك، وما يعرف انه انا اقدر احط لي اي بلوكه بيدروك. فوالله العظيم هذا ناتش صانع لعبة ماينكرافت حسباله انه هو ذكي وصنع لعبة ماينكرافت وحسباله انه راح يقدر يتفوق على هير براين، بس هو في الحقيقة غلطان، يعني كل شيء ما يقدر يسوي. بس عبالكم هيجي خلصنا؟ هاي شنو موجود هنا؟ اعتقد هنا كان مختبئ هو. والله فد واحد ورع، والله انه فد واحد ورع يا شباب. تمام، اذا على هاي الوضعية يعني مو مسوي لي هسه شلون اقول لكم، يعني مسوي لي متاهه مال بيدروك وحسباله هو راح يخدعني وراح يحبسني. انا هسه راح اشوفكم شنو راح اشوفكم شنو انا بالضبط راح اسوي له شباب. بس خلينا نختار لنا هسه شوي بلوكات. تمام، راح نشوف لنا بلوكات جدا جدا اسطوريه راح نستخدمها لهذا الورع الغبي الخرافي. هو مو خرافي شباب، يعني هو يعتبر ورع، بس شو نسوي؟ اوكي راح نبني له بهذا البلوكات مال الاندستون. خلينا نشوف كم سوى من بلوك، لان انا اريد اسوي مثله. بلوك 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. اوكي 19 بلوك على هاي الوضعيه، احنا همينا سوينا 19 بلوك. هاي بلوك 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، هاي 19 بلوك. تمام، حسبالي هيك خلصنا، يعني حسبالي انه انا راح اتعب واسوي لي شو اسمه متى اسوي لي متى بطريقه جدا جدا صعبه. لا 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 انا احسن من عنده شباب، شوفوا بهاي الطريقه اسوي لي انا امر واحد بمن انا هيرو براين. اكتب شنو سلاش سلاش واكتب مثلا اد، مو اد شباب والله حرفيا نسيتها. دقيقه نسوي هنا الحبه وهنا الحبه ونسوي لنا سيت اند ستون. اوكي لا هذا مو اند ستون شباب، اند ستون بريك شباب انا اريد. والله شباب الاند ستون افضل اعتقد، بس ما ادري نقدر نغيره لو لا ما نقدر مع الاسف. اند بريك، والله نجرب اند بريك شباب. اي اند بريك اشتغل شباب، يعني جاي تشوفون
بطريقة جدا سهلة وطريقة جدا بسيطة وكل الناس يعني ما حد يقدر يعرف هاي الشغلة، بس اني لان اني هير براين شباب يعني حسباله انه اني ضعيف وما دا اعرف لهذا السوالف يعني ذاك شو اسمه نوتش سنة لعبت ماينكرافت يعني حسباله انه هو راح يقدر يعني راح يقدر يعبر علي ويقدر يسوي له شو اسمه متى ويبني ما ادري شنو، بس اني لا اني احسن من يمه شباب والله العظيم. طيب هسه راح اسوي لي المتاهه ويمين بالله راح اسوي له مثل ما هو مسوي لي بالضبط، وراح تشوفون يا شباب بنات شلون راح اسوي له الفخ، لان اني هير براين يعني والله العظيم اني افضل واحسن من نوت شباب، اكيد اني احسن من عده. اوكي ماكو مشكله، اكو عندي طريقه انه اني اقدر اجيب لهاي الوندايه، حاج انه اني ابقى ابني لي بلوكتين ببلوكتين، فبهاي الطريقه شباب اقدر ابني لي البلوكات ايش قد ما اني اريد بلوكات بطريقه لا نهائيه شباب، ف اعتقد هيك كلش كافي. اوكي راح نسوي له شباب هذا الورع زي الحلزونيه شباب، او على شكل دائره او شكل حلزون، حتى شنو حتى نخبله شباب، شوفوا شلون راح نخبله، والله العظيم راح يتخبل يا شباب، فماكو مشكله. نفس الشيء بهذا المكان راح نسوي له على شكل حلزون وحتى هو نخبله تخبيله معدله، فماكو مشكله شباب، هذا كله راح يكون بهاي الطريقه. اوكي ثواني شباب، هذا كله راح يكون بهاي الطريقه على شكل حلزون حتى انه احنا نكمل نخبله، طريقه جدا جدا ذكيه، طريقه جدا جدا اسطوريه. نفس الشيء بهذا المكان راح نسوي له الطريقه الحلزونيه اللي انا قلت لكم عليها قبل شويه، كلش حلو يا شباب وبنات. اوكي فبهاي الطريقه شباب انه احنا تقريبا خلصنا كل شيء، خلصنا هاي المتاهه، ولكن انه اني راح اخليه يجي من هنا يعبر يفتر هيك يدخل هنا، تمام كلش تمام شباب. دقيقه اسوي له شويه عراقيل من هنا حتى هو يقول يعني ما يشك انه هذا فخ، فاحنا اصلا راح اسوي له فخ. اوكي عادي راح نحول احنا الدنيا صبح بمجرد امر واحد شباب، ما حاج انه احنا ننام، فهذا الفخ ان شاء الله اللي راح يكون شباب راح يكون فخ جدا جدا عميق، وراح نكتله يا شباب والله العظيم راح انزل لين البيدراك اللي جوا. اوكي لا نزلنا برا العالم يا ساتر، او خليه يوقع برا العالم، لا ما خليه يحترق باللافا زي الورع. او ماي جاد شباب شنو صاير فيه، والله العظيم واني شكلي جدا جدا مريض. اوكي خلاص راح نعوفه هيك شباب، وان شاء الله ان شاء الله راح يتورط. اوكي فاني يا شباب خلي ارجع للمدينه مالتي اللي مدينه هيرو براين الاسطوريه، يلا باي باي. والله العظيم الله يعطيك الف عافيه اوكي، تونست والله العظيم، حكينا هواي اليوم بس اني اجى الوقت المناسب حتى اني اطلع من هذا المكان الجميل. الله يعطيك الف عافيه اوكي، الله يعطيك العافيه، الله يعافيك ناج، الله يعافيك، ارجع شو وقت ما تريد. اوكي ارجع شو وقت ما تريد، تمام خلاص يلا ماكو مشكله شباب، احنا هسه خلي اوه هاي شنو صاير هنا شباب، هاي شدا يصير، هاي شدا يصير هنا شباب، كانك واحد اجالي واجى لهذا المكان ومسوي له متاهه جديده، والله ما ادري شباب لازم احنا نروح نكتشف ونشوف شنو سالفه تاع المتاهه، بس قبل نكتشف يا شباب لازم انتم هسه كلكم تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات حتى يطلع لنا شيء حلو. اوكي بس اذا ما تسوون اذا ما تضغطوا لايك وما تشتركوا بالقناه وما تفعلوا جرس الاشعارات ما راح يطلع لنا شيء حلو، فكلكم تضغطوا لايك شباب واشتركوا بالقناه اذا انتم تعرفون شنو موجود داخل هاي المتاهه، اذا ما تعرفون ما تضغطوا لايك. اوكي فاللي يعرف شنو موجود داخل هاي المتاهه خليه يضغط لايك ويشترك بالقناه ويفعل جرس الاشعارات. اوكي فماكو مشكله خلينا نشوف لايك.